دي ويكون مدير فني للنادي الاهلي. احنا هنتكلم اكتر عن مباراه الاهلي والوداد، لكن معايا التونسي امين المسلمي المدير الفني السابق لفريق المريخ السوداني من اسكتلندا. برحب بيك في برنامج السادسه. اهلا وسهلا، السلام عليكم، بحيي من خلاله كذلك جماهير ومتابعين قناه الاهلي، واحييكم استاذه ساره و وحني وكابتن هاني وضيوفك، وان شاء الله يعني نقدم الاضافه في هذا التحليل الفني. خليني فعلا اسالك يعني في البدايه كده، ازاي شايف فنيا المواجهه المرتقبه بين الاهلي وبين الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه الذهاب؟ صراحه جميع الاحصائيات والارقام متشابهه، حتى على مستوى النتائج والمواجهات السابقة لدينا أنه هناك تفوق الأهلي على مستوى التتويج، لكن مستوى النتائج هناك تشابه، فاز الأهلي مرتين وفاز الوداد مرتين وهناك أربع تعادلات، كذلك الحظوظ متساوية، حتى الخمسة جولات على المستوى المحلي سواء من ناحية الأهلي أو الوداد متشابهة في عدد، يعني تقريبا في عدد الأهداف أو على مستوى قوة خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. أنا أرى أن المباراة سوف تكون يعني تكتيكية، سوف يلعب دور المدربين، للعلم أنه أحسن ممكن استقدام أو أحسن خطوة قام بها الأهلي مؤخرا وهو يعني انتداب المدرب العريق موسيماني، وكذلك من طرف الوداد يوجد غاموندي الذي استلم الفريق مؤخرا، كذلك كانت له تجربة في جنوب أفريقيا. أنا أعتقد أن كلا المدربين يعرفان بعضهم البعض، لكن تبقى المباراة مباراة الذهاب مباراة يعني تعتمد بالأحرى على النتيجة. طيب لأنه إيه أبرز نقاط القوة في فريق الوداد المغربي وبرضه نقاط الضعف اللي ممكن الأهلي يستغلها عشان يطلع بنتيجة إيجابية من المباراة؟ أكيد لكل فريق هناك نقاط ضعف، أنا أرى أنه نقاط الضعف لدى الوداد هو الإرهاق البدني في آخر الدقائق في المباراة، هناك نوعا ما استرخاء يقدر أن يستغل الأهلي في ثقافته الهجومية والهجمات المرتدة، كذلك استغلال الكرات الثابتة. أنا أعتقد أن الأواخر يعني أواخر المباراة سوف نشاهد نوعا ما استرخاء، لأنه الحضور البدني للوداد في المباراة الفارطة لم يكن يعني في التوب أو حتى نقول يعني في المستوى الجيد. هذه نقطة. هل في مشاكل في خط الدفاع لفريق الوداد؟ أكيد الأهلي المصري له أجنحة قوية وكذلك أظهرة قوية، أنا أعتقد أنه خط الدفاع على الجهة اليسرى سوف يكون يعني ممكن ثغرة للتغول منها أو لتسجيل فرص سامحة للتسجيل، وكذلك على مستوى المهم تمركز لاعبين الأهلي سوف يصنع الفارق في الكرات الثابتة. طيب يعني باعتبارك مدرب، ايه مثلا الخطه اللي تقترح على بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي او المدير الفني ان هو يلعب بيها مباراه زي مباراه الوداد؟ موسيماني الطريقه التي لعب بها المباراه الفارطه امام بيراميدز وهو يعتمدها اغلب الاحيان هي 4-3-2-1، يعتمد ثلاثه مهاجمين، انا اعتقد الرسم التكتيكي هذايا قادر انه يسيطر على امتلاك الكره ومن خلاله يعني خلق الفرص 4-3-2-1، وهي الرسم التكتيكي الذي يعني ممكن يجد من خلاله حلول امام 4-3-3 لنادي الوداد المغربي، اعتقد انه هو ذا الرسم الجيد حتى يستطيع من خلاله استغلال القدرات الفنيه للاعبين واستغلال قوه المهاجمين في الاهلي وخلق اكثر ممكن يعني من الفرص، ويجب كذلك تسجيلها لانه الفرص اللي شاهدناها في مباراه بيراميدز يعني ضاع اغلبها، لذلك يجب التشييم ويجب استغلاله كما يجب. طيب شايف برضو ايه نقاط القوة عند فريق النادي الاهلي؟ النادي الاهلي رغم خروج رمضان صبحي الذي يعني صراحة لاعب متميز، كذلك هناك اللاعب الظهير الايمن للوداد محمد النهيري، يعني ذكرنا في الاول انه هناك تشابه، قوة الاهلي قوتها انه الاهلي بياخذ بزمام الامور ويدخل في المباراة سريعا، الاهلي له ثقافة هجومية، الضغط على المنافس، عملية السرعة في افتكاك الكرة، التواجد بقوة في الشطر
الطرفين للفريق المنافس، هناك تنويع للعب. الأهلي يعني في غضون دقائق يقدر يعني يسيطر على المباراة ويقلب الطاولة. أرى كذلك أنه من نقاط قوة الأهلي الكرات الثابتة والعرضيات وكذلك الكرات الطويلة. طيب عايز أعرف رأيك في المدرب الأرجنتيني الحالي للوداد وطريقة لعب الوداد حاليا تحت قيادته طبعا بعد رحيل الإسباني إخوان كارلوس جاريدو. يعني خلينا نكون صريحين، لأنه المركز أو الموقع الذي يتواجد فيه كان مجهز له من قبل، وكان المدير الرياضي أو مسؤول على الفريق الأول في نادي الوداد، وكانت هناك ترتيبات وتجهيزات. يعني لو حتى نشوفه في الجولات الفارطة قبل توليه القيادة كان له تدخل يعني غير مباشر، لكن أنا أعتقد أنه مدرب له صولات وجولات في إفريقيا وله من التجربة كثير في افريقيا وعنده الخبره الكافيه حتى يعني يدير هذه المباراه من ناحيه تكتيكيه. انا سريعا اعتقد انه هناك تشابه. سريعا كابتن امين، مين ترشح لنهائي يوصل لنهائي البطوله الافريقيه ومين ترشح لنيل اللقب؟ مين ترشحه من الفرق الاربعه الموجوده، الاهلي والوداد والرجاء والزمالك؟ نتكلم بدون عاطفة ونتكلم فنيا، أكيد نادي الأهلي نادي القرن ونادي عظيم وجماهيره يعني نادات بأعلى صوتها التاسعة يا أهلي. أنا أعتقد أنه اللقب غائب من 2013، الأهلي عازم حاضر بدنيا وفنيا وكذلك إضافة المدرب من ناحية التكتيكية. أنا أعتقد الأهلي سوف يتواجد بقوة، لكن دون نسيان أن هناك نصف نهائي ثاني الزمالك والرجاء. أنا أرجح أنه النهائي سوف يكون بين الأهلي والرجاء، والرجاء فريق لا يستهان به والفريق الأكثر استقرار على الفني على الإطار الفني وعلى النتائج. أعتقد أنه الأهلي المسلمي المدير الفني السابق لفريق المريخ السوداني، شكرا جدا على معلومات كتير الحقيقة. وهو ده كان توقعاته يعني النهائي ما بين الأهلي والرجاء. نتمنى طبعا النادي الأهلي هو اللي يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. هنروح لفاصل نرجع نكمل حلقة.